نصل الآن مشاهدين إلى فقرة ضيف نناقش فيها مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون الإطاري المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والآخر المتعلق بالإصلاح الجبائي. ينضم إلينا الدكتور محمد العمراني بوخبزه المحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ بوخبزه معنا هذا المساء. مرحبا بكم. دعني أسأل بداية عن الدور الذي يلعبه القطاع العام والمقاولات العمومية. معلوم أن القطاع العام بالنسبة للمغرب هو من بين الركائز الأساسية ليس فقط الاقتصاد الوطني، لأن تاريخيا المغرب اعتمد على القطاع العام كمحطة وكآلية أساسية بالنسبة لتحريك العجلة الاقتصاد الوطني بعد المرحلة الاستعمارية، ثم أنه كان مجال للتشغيل، كذلك مجال لخلق الثروة، خلق القيمة المضافة، كذلك حتى لتنزيل الاختيارات الكبرى للمغرب في المجال الاقتصادي. إذا كان من الضروري أن القطاع العام في المغرب لعب دور كبير، وأنه ظل كذلك يقوم بهذه الأدوار خلال العقود الأخيرة، وخضع في محطات متعددة لعمليات إصلاحات متتالية. كان ربما أن كان أكبر عملية إصلاح اللي كان عرف القطاع العام خاصة مع قانون الخصصة في 1989 وما تلا ذلك. الآن نحن نعيش مرحلة جديدة بالنسبة لتاريخ المغرب، بالنسبة للاقتصاد الوطني، كذلك بالنسبة للاختيارات الكبرى للمغرب. فلذلك السياق الذي جاء في هذا القانون الإطار هو سياق خاص، على اعتبار أن جلالة الملك سبق له في خطاب العرش، كذلك في الخطاب افتتاح الدورة البرلمانية 2020، أنه حتى على ضرورة إعادة النظر في أدوار القطاع العام خاصة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية. إذا فبالتالي كان هناك تفكير في أن يشمل هذا القطاع إصلاحات، ولكن إصلاحات من نوع خاص وبرؤية مغايرة. هذه الإصلاحات التي يجب أن تكون شاملة، بمعنى أنها لن تهم مؤسسة ومقاولة عمومية واحدة، بل يجب أن يشمل الأمر جميع مكونات القطاع العام من مؤسسات عمومية ومقاولات عمومية، وأن يكون ذلك بشكل متدرج، لأن السياق يحتم أن تكون العملية متدرجة وليست بشكل يعني. هو دكتور بوخبزة، عندما نتحدث عن السياق، يعني تداعيات كورونا تفرض نفسها بقوة، والاقتصاديون يلحون على ضرورة إنقاذ نسيج المقاولات من التداعيات الكبيرة لهذه الجائحة. ما هو وضع المقاولات اليوم المغربية؟ لا، هو في هذا السياق ربما أننا أصبحنا نتحدث عنه يسمى بالسيادة الاقتصادية. هذا المفهوم دخل وفرض نفسه في المرحلة ديال الجائحة، لأن اللي بان أن الدول والمجتمعات التي تعتمد على إمكاناتها الذاتية هي التي ستستطيع أن تصمد وتستمر وأن تسمح بتقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، في حين أن الدول التي اعتمدت دائما على الخارج هذا أمر جعلها في وضعية إحراج. كذلك هناك اختيارات على قطاعات معينة، مثلا السياحة، الفلاحة إلى غير ذلك، في ظل الجائحة أنها حتمت إعادة النظر في ذلك. حتى هناك يعني أتفاعل معك في هذه النقطة، قطاعات حيوية يعني مثل القطاع العام، الصحة، التعليم، يعني أثبتت أنها حائط صد في وقت الأزمات. أيضا السؤال كيف يمكن تقويتها؟ هنا الأمر هو مرتبط كما قلنا بضرورة الإصلاح الهيكلي، بمعنى أننا لسنا في حالة نحتاج فيها إلى رتوشات وإصلاحات شكلية. نحن في أمس الحاجة إلى إعادة النظر في التوجهات الكبرى والاختيارات الكبرى في مجال الاقتصاد الوطني. مثلا عن أي فلاحة نتحدث في مغرب المستقبل؟ هل هي الفلاحة التي نحن عليها الآن فعلا أنها استطاعت أن تساهم في الاقتصاد الوطني، في القيمة المضافة، خلق مناصب شغل، الأمن الغذائي إلى غير ذلك؟ ولكن نحن في أمس الحاجة إلى فلاحة من نوع آخر تعتمد على البحث العلمي،
فلاحة تعتمد على الاستدامة، لأننا في أزمنة الحاجة إلى توفير الماء الذي يعتبر مستقبل الدول، حتى على مستوى السياحة التي تعتبر من ركائز الاقتصاد الوطني. يعني أي سياحة نتحدث التي تضررت كثيرا بفعل الجائحة، هل سنعتمد دائما على السياحة التي تعتمد على السائح الأجنبي، أم يجب أن ننوع العرض السياحي الذي يجعل الاستدامة هي الأساس والاعتماد على السائح الوطني؟ إذا فالجائحة بالفعل أنها فرضت علينا أن نعيد النظر في الكثير من المرتكزات حتى على المستوى الاقتصادي عن ما هي القطاعات التي سندفع المقاولة للاستثمار فيها. هل سنستمر ونواصل في نفس النهج التقليدي، مثلا الاعتماد على النسيج، الاعتماد على المنتوجات الغذائية، أم أننا في أمس الحاجة إلى أن ندفع المقاولة نحو المراهنة على قطاعات رائدة الآن، مثلا القطاعات التكنولوجية الحديثة، المقاولة المرتبطة بمجال الرقميات. فبالتالي الآن الاقتصاد الوطني هو مطالب، أو أننا نطالب المقاولة المغربية أن تتجه نحو قطاعات، وهذا هو دور الدولة الآن، أن توجه المقاولة نحو أريد أن أسألك أريد أن نتوقف عند بعض الخطوط العريضة التي جاءت في مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال تجميعها، إدماجها، حلها، تصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، مساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة. هذه الاستراتيجيات الكبرى التي نتحدث عنها، لأن هذا يعني ثورة في الإدارة العمومية. هو في هذه العملية، لأن كما قلنا سبق وأن رأينا عملية إصلاح التي حدثت ما بين 89 حتى 98 في إطار عملية الخصصة، ولكن هذه كلها كانت في إطار تفويت مجموعة من الشركات والمقاولات العمومية نحو الخواص. نحن الآن في وضع آخر مختلف، نحن فيها بس الحاجة كما قلت إلى هذه المقاولات العمومية وهذه المؤسسات العمومية، لأنها هي قطب الراحة في الاقتصاد الوطني وفي تنزيل الاختيارات الاقتصادية الكبرى للدولة. فبالتالي الآن نتحدث عن التجميع. هناك مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تنشط في مجال معين وهي متقاربة فيما بينها، تكمل بعضها البعض. فبالتالي في مجال الحكمة، في إطار حكمة هذه المقاولات والمؤسسات العمومية، فيمكن تجميعها في إطار إدارة واحدة. ثم هناك بعض المقاولات والمؤسسات العمومية التي تقوم بنفس النشاط، وهذا في هدر للإمكانات وهدر للطاقات. فبالتالي يمكن إدماج هذه المؤسسات والمقاولات العمومية في ما بينها وأن تصبح أمام إدارة واحدة. ثم الأمر الآخر، وهو هناك مقاولات ومؤسسات عمومية التي يمكن التخلي عنها وحلها وتفويتها إلى غير ذلك. إذن هذا المسار هو مسار كما قلت سيتم بشكل متدرج. ثم الأمر الآخر وهو إنشاء المقاولات والمؤسسات العمومية الجديدة، التي لأن كما قلنا في إطار تحول الهيكل للاقتصاد الوطني، فسنحتاج إلى مقاولات ومؤسسات عمومية، لأن الدولة ستعتمد عليها في بعض المجالات، فلذلك إحداثها سيكون ضروري. ثم هناك نقطة مهمة كذلك، حتى الإطار القانوني لبعض المقاولات والمؤسسات العمومية ذات طابع تجاري التي تحتاج إلى أن يتم نقل إطارها من إطار القانون العام إلى الإطار الملائم لها وهو القانون التجاري. حتى يعني بقي دقيقة واحدة، لم أسألك عن مسألة الجبايات. يعني المغرب معروف أنه دولة جبائية، أهمية إصلاح النظام الضريبي في أفق تحقيق العدالة الجبائية بشكل سريع لو سمحت. سريع جدا، هناك ضرورة لتوسيع الوعاء الضريبي لكي يشمل حتى القطاع غير المهيكل، هذا مدخل جد مهم. ثم إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التي هي الآن ربما أنها معتمدة كوسيلة من وسائل التحفيز، ولكنها الآن في إطار العدالة الضريبية، العدالة الجبائية، يجب أن يعاد النظر حتى في هذه المسألة. وهذه من مخرجات المناظرة الوطنية حول
الجمايات وكذلك حتى من توصيات تقرير نموذج التنموي. شكرا لك أستاذ محمد العمراني بخبزة. دائما الوقت انتهى الوقت المخصص لهذه الحصة. المحلل السياسي ضيف المحلل السياسي للقناة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.